هذا الواد الحار اللي جاي من سيدي علال البحراوي مدينة سيدي علال البحراوي اللي كتواجد على الطريق مكناس رقم 6 اللي كيعرفها كاع المغاربة اللي كيمروا منها مدينة زايدة بواحد الحجم عمراني كبير ولكن ما عندهاش في الصرف الصحي الواد الحار ديالها مباشرة ما كتقطع لوطوروت اللي غادا فاس الرباط كيخرج القادس وكيكب مباشرة وكيجي مع المنحدر كيهبط هنا للسهول حنا اليوم في جماعة ديال السهول في هذا المنحدر وفي هذه الشعبة ديال وجلت اللي كيكب فيها هذا الواد الحار واللي مخلف آثار بيئية وخيمة على السكان وعلى المنطقة لا من حيث الرائحة الكريهة ولا من حيث الأمراض ولا من حيث يعني عندنا وفيات ديال ديال البقار ديال المواشي اللي كيشربوا من 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 هاد من هاد الشعبة لأن هاد الشعبة في الأصل كانت شعبة طبيعية ونقية كيشربوا منها البهايم كيشرب منها البقر كل شيء فاذا بها تلوثت تقريبا دابا هذه واحد 10 سنين التلوث جاء تدريجي وكتكب مباشره في الواد ابي القراق وفي سد سيدي محمد بن عبد الله الاثار حنا كنشوفوه كبير على الساكنه على الوليدات يعني عندنا حالات ديال الوليدات اللي هما امراض ديال الكوب ديال الحساسيه ديال بسبب هذا الواد الحار هذا السكان ديال السهول يعني خارج راه لا دخل لهم وبريئون من هذا التلوث السكان قرويين مساكن على قد الحال ما يعني ما دخلش في هذا الامر نفس الشيء جاء واحد الوافد جديد على المنطقه اللي هو السجن سجن العرجات واحد والسجن العرجات جوج فيما بعد نشوفوا الواد الحار ديال داك الشيء كيهبط مباشره عند الساكنه مساكن هذه الريحه ديال الواد الحار واثر لنا على البيار اثر لنا على العيون اللي كانوا تما كاينين تنسقيو منهم منهم الوليدات والبهايم وكل شيء دابا حنا عايشين في واحد العيشه لا اله الا الله بالليل الريحه الناموس وهاد المادة دابا يهبط واحد الابتلاك هنا عندنا النهار اللي غيعمر الابتلاك غيجيب لها الشتاء غيدفع هذاك كل كلشي للبحر الكبير هاد الماء ديال الواد الحار يجي من السجن رقم جوج وكاين رقم واحد حتى هو وكاين سيدي على البحراوي مدير الجامع هذه الريحه هذه من الوليدات لكل شيء اثرنا بالريحه دابا احنا بالليل انتم ما دزتوش تو شميتو البهايم تيمرضوا لنا كي المهم البقرات كنشريهم مزيانين وكيولوا من تجيبوهم هنا كيبسوا كي كيمرضنا لولادنا كيكرفصنا المهم داير فيه هذاك المادات بزاف دير البطاريات والمازوت المهم خلط كل شيء كيجي كي فيه هذاك الماء ويستهلكوا حنا المهم حنا غي ساكنه حدا مكرفسين بغيت يشوفوا هذا الحل اش غيديروا لنا هذا الماء ويشوفوا الريحه خانزه خايبه كضرب هذاك الصبحيه